كتير مننا بيعاني من تساقط الشعر وبتختلف الأسباب من حالة لأخرى. ده ممكن يكون مؤشر لمشكلة داخلية زي نقص فيتامين أو معادن، أو مرتبط بوجود أنيميا أو مشكلة في الغدة الدرقية، أو كمان بسبب ستريس، أو مرتبط بنوع من الأدوية، أو بعد تغيير الهرمونات في فترات الحمل والرضاعة، أو كمان بسبب جينات وراثية. بس أنا هقول لكم الحل. وعشان نبتدي نعالج مشكلة التساقط بنعمل التحاليل المطلوبة الأول، وبعد كده بنضيف ليها جلسات تحفيز نمو الشعر اللي متواجدة في العيادة، وعلى حسب كل حالة بنختار ايه الإجراء المناسب ليها ما بين البي ار بي، الجروس فاكتور، الفيتامين، ستيم سيلز، الإكزوزوم أو الهير فيلر. أوقات كمان بنعمل كومبينيشن ما بين كذا تريتمنت مع بعض عشان نحصل على نتيجة أفضل، وعادة كل علاجات الشعر بتاخد من 4 لـ6 شهور علشان نوصل للنتيجة المطلوبة. وطبعا مع الجلسات تساقط الشعر بيقل تماما، وبيكون في فرق ملحوظ من اول جلستين، وبيبدا يظهر معانا البيبي هير.